صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ بن سعدي رحمه الله بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية على تحريم نكاح المتعة، وعلل ذلك بقوله: لكونها زوجة غير مقصودة ولا ملك يمين. فما هو المقصود بقوله زوجة غير مقصودة؟ يعني بالعقد، العقد ما هو عقد النكاح، وإنما هو عقد متعة مؤقتة، فليست زوجة، هذا لا يبيحها، فليست زوجة ولا ملك يمين. صحيح الاستدلال، صحيح. نعم.